أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للموضوع السابق، موضوع إدخال وإخراج المريض في الأقسام لأدمشن بروسيس وبيكونتينيود. المرحلة القادمة اللي هو الميديكال أدمشن ريسبونسابيلتيز. المريض عند دخوله للقسم، وصل القسم، مهمة اللي هو التمريض في القسم. The nurse notify the physician once the admission procedure is completed. عندما تكتمل إجراءات دخول المريض بالنسبة للتمريض، the physician gives orders. زي إيش؟ ممكن الدكتور يعطي أوامر أو يعمل اللي هو شغله من في ملف المريض. بحط اللي هو as the medications، بكتب العلاج، وصفة اللابوراتوري والدياجنوستيك تيست، بحط بكتب أوراق التحاليل والتشخيص اللازم ونوعية الغذاء للمريض حسب نوع مرضه. تمام، اللي هو الميديكيشن، الميديكال هيستوري اند كومبليت فيزيكال اكزامينيشن بيرفورمد ودين 24 اورز اوف ادميشن. كمان بكتب اللي هو الهيستوري، باخذ الهيستوري من المريض غير الوضع اللي كان في الاستقبال، وانه دخل من الاستقبال بكون في له برضه طبيب شايفه هناك وهيستوري، لكن انا بشوفه طبيب اخصائي كمان وبفحصه من اول وجديد، وبكون الفحص بتقرير كامل عن وضع المريض في خلال 24 ساعة من الدخول او قبل الدخول. If the physician, is unsure of actual medical diagnosis, he used the term rule out of or the abbreviation RO. ايش يعني RO؟ طبيب هاد بكتبها دائما، بنشوفها في التذاكر في تذكرة المريض في ملفه، اللي هو rule out، اللي هو عدة تشخيصات، بكون مش لسه التشخيص مش واضح، فعشان يستثني بعض أمراض، فبكون حاطط في مخيلته أكثر من تشخيص. To indicate the condition is suspected، أكثر إشي ممكن يكون شاكك فيه بكون حاط أكثر من تشخيص. Common responsibilities of admission، للمسؤوليات الكاملة، المسؤوليات الكاملة حول الدخول، اللي هو إيش بدها تكون. Health professional must remember that the client admission، اللي هو العاملين في المجال الصحي يجب أن يتذكروا the client's admission، اللي هو دخول المريض to the hospital is unique، كله بكون موحد، يعني الدخول بكون واحد لكل المرضى. And emotionally traumatic experience for each client include. أحيانا بكون دائما المريض من دخوله للأقسام بكون في عنده الاموشنز، يعني بتكون عاطفته تجاه بيته، بده يترك بيته، فبتكون في احيانا الناس بيعانوا من تروماتيك اكسبيرينس او صدمات عصبيه، فبتختلف من مريض لمريض. من ضمنها اللي هي الانكزايتي، بكون قلق اذا كان رجل بده يسيب بيته ويسيب شغله ويسيب هذا، وكذا اذا كانت ست بدها تسيب اولادها وتسيب اذا كان في حد صغير. فدائما الانكزايتي بتكون دائما uncomfortable feeling caused by insecurity with unknown cause. بكون طبعا هو مش عارف السبب، لكنه بكون السبب اللي هو تركه احبابه في البيت وتركه بيته، فهذا بتكون نوع من انواع القلق اللي بتصاحب المريض في اثناء الدخول. loneliness الوحدة، يعني بده يكون احيانا بيشعر بالوحدة، بكون هم في البيت دائما بيتجمعوا مع بعض، كل يوم مثلا بيقعدوا مع بعض. cares when the client cannot interact with family and friends، وهذه الوحدة دائما بتكون عادة يعني في ترك المريض لأصدقائه وأحبابه وعيلته، فبشعر فيها في وجوده في المستشفى إذا كان وحيد. decrease privacy، دائما بتكون اقل عنده اللي هو البرايفسي، اللي هو بروفايد برايفت روم فور اول هوسبيتالايزد كلاينت از بيكام ا ترند، بتكون عندهم دائما موجود دائما برايفت روم، ويكون المريض كل مريض تقريبا لحاله في وحده لحاله خاصه فيه، او غرفه بتكون خاصه فيها كوحده متكامله. دانيرز demonstrate
respect for all, protect each client right to privacy. وظيفة الممرض في هذه الحالة في أثناء وجود المريض عنده بيعمل له كل الاحتياجات اللازمة له الموجودة في الغرفة عشان يحفظ اللي هو خصوصية المريض في الغرفة تبعته. loss of identity، المريض دائما في وجوده في المستشفى بحس حاله انه وحيد، يعني بفقد او بفقد هويته او بفقد شغلات في داخله بتكون بيشعر فيها من ناحية نفسية، اللي هو الهيلث كير فاسيليتي may temporarily deprive a person of his or her identity. احنا وظيفتنا كتمريض عشان نطمنه، طبعا الاشورنس مهم جدا، انت تقعد مع المريض وتقعد معاه وتطمنه من نواحي نفسية وانك انت في خدمته. زي ايش؟ The clients require to wear hospital gown tend to look somewhat like. هو اول ما تيجي بدك تدخله في القسم في الغرفة تبعته بدك تغير له اواعيه وتلبسه الهوسبيتال جاون، هذا بتأثر عليه، بتأثر على نفسيته وبتأثر على وضعه النفسي وممكن تأثر كمان على وضعه الصحي. As a result of personnel may treat client as warm body with no name. The nurse learn and use the client name. كمان من ضمن الشغلات المهمة أحيانا بيقولوا في بعض التمريض يتعامل مع المرضى with no name، يعني بنادوهم مش بأسمائهم، المريض الفلان نوعه، المريض رقم كذا، المريض رقم كذا، فهذا الكلام بأثر على نفسية المريض، بزيد من حدة الأنكزايتي عنده، فبالتالي إحنا وظيفتنا إنه ننادي المريض باسمه أحسن. في برضو كمان من ضمن الكومن ريسبونس اوف ادميشن اللي هو ديسيجنال كونفليكت سيتويشنال لو سيلف استيم باورلسنس. الحين نيجي عليهم والسوشيال ايزوليشن ريسك فور انفكتيف ثيرابيوتيك ريجيم مانجمنت. فهذول شغلات كمان برضو مهمه، اللي هو decisional conflict، يعني أحيانا بيكون في صراع في اتخاذ القرار، صراع مع نفس المريض بحدته نفسه، في بعض الأحيان بصير صراع داخلي. والsituational low self esteem كمان بيكون عنده self esteem بتأثر، بصير low self esteem، فيش عنده قابلية للحديث مع حد، فيش عنده كذا، ما فيش عنده طموح، وبكون powerless، بتقل قواه كمان، زي بصير عنده تعب عام. social isolation بحس في الوحدة المجتمعية، بصير وحيد كأنه عامل إنه لحاله ما فيش حد حواليه، هذا بتعمل له risk for ineffective therapeutic regime management، بتأثر على طريقة علاجه. طبعا العوامل النفسية مهمة جدا، لازم احنا نرفع من معنويات المريض لأنه بتأثر عليه في طريقة العلاج تبعته، وممكن العلاج ما يستجيبش له كعلاج طبي إذا كان في عنده نفسية تعبانة. ايش الـ component of medical history and physical examination؟ من ضمنها اللي هو identifying data، الداتا اللي بناخدها الـ age، الـ gender، marital status، general appearance، بناخد العمر والجنس تبعه والحالة الاجتماعية اذا كان متزوج او اعزب، و general appearance كيف وضعه العام من كل النواحي، من نواحي صحية. chief compliance ايش الشكوى الاساسيه عنده، reason for of seeking care from client perspective، ايش شكوته الاساسيه، ايش اللي جابه على المستشفى. بعدين personal illness اللي هو الحاله المرضيه تبعته، اللي هي to be described on onset والfrequency والduration of current signs and symptoms، نعمل لها وصف ايش هو الانست، وقت ايش بدت، الفريكوانسي كم مره، الديوريشن قديش بتقعد كل مرة مدتها، والكرنت سايز اند سيمتومز وايش الاعراض تبعتها. من ضمن البيرسونال هيستوري اللي بناخده اللي هو الوصف، التاريخ المرضي او التاريخ تبعه، اللي هو زي ايش، زي اكيوبيشن، ايش بيشتغل، الاديوكيشن ليفل، ايش مدى مستوى تعليمه اذا كان اعدادي ثانوي جامعي، الريليجن طبعا الديانة.
برضو من ضمن الميديكال هيستوري والفيزيكال اكزامينيشن الباست هيلث هيستوري مهم. الباست هيلث هيستوري بالنسبه لنا احنا مهم كثير، لانه احيانا بكون دخل المره الثانيه نتيجه مرض سابق او كان في عنده مرض من وهو صغير والمرض كبر معاه، في امراض بتضلها كرونيك زي ايش من ضمن التشايلد هود ديزيز سمري، اذا كان في عنده امراض من الطفوله، فيزيكال انجري، ميجور إلنس او سيرجري، بريفيوس هوسبيتاليزيشن، دراج هيستوري، اليرجي هيستوري. يعني باختصار انه الباست هيستوري بيحتوي على كل النقاط اللي حكيتها، من ضمنها اللي هو امراض سابقه، عمل عمليات او دخل مستشفى قبل هيك، او في عنده اي حساسيه من انواع بعض العلاجات. الفاميلي هيستوري اللي هو التاريخ المرضي للعائله، احيانا في امراض تورث من ضمنها السكر والضغط وامراض اخرى، فهذا امراض تورث، فمن ضمنها الهيلث بروبلم ليفينج اند ديسيزد. فالفاميلي هيستوري ضروري بناخذ من المريض اذا كان ابوه او امه او حد من عيلته في عندهم بعض امراض مزمنه. ريفيو اوف بادي سيستم فيزيكال اكزامينيشن، دائما الفيزيكال اكزامينيشن بيعمل لنا مراجعه على كل اعضاء الجسم، بنشوف كيف وضعه بصوره عامه. الكونكلوجن تكون الخلاصة تبعتنا اللي هو primary diagnosis from physical diagnosis and secondary diagnosis reflecting stable or pre-existing condition. دائما بحط الواحد primary diagnosis بكون تشخيص مبدئي for physical diagnosis، عشان يكون بعدك التشخيص النهائي من ضمن بعد ما تطلع تحاليله ويطلع هذا بكون وضعه ايش reflecting stable or preceding condition، بكون في وضع مستقر. الحين نرجع للديسشارج بروسيس اللي هي عملية خروج المريض. ديسشارج اللي هي تيرمينال اوف كير فروم هيلث كير ايجنسي، بعد ما ينتهي مرحلة العلاج تبعته بيعملوا له ديسشارج. فالديسشارج لها طريقة معينة في عملية خروج المريض من المستشفى. في ديسشارج بلان بيربوسز او ديسشارج بلانينج بيربوسز، ايش البيربوس تبعها، ايش الغرض تبعها، او ايش الهدف. تو ميت كلاينت بوست ديسشارج نيد ان تايملي مانر، تكون كيف يعني الكلاين او المريض عندنا بعد الخروج له احتياجات خاصة بطريقة معينة نرتب له اياها في اوقات معينة، زي طريقة المراجعات، طريقة وقتش عمل التحاليل، طريقة العلاج. رقم اثنين اللي هو coordinate the use of appropriate community resources to provide continue of care. نعمل تنسيق او coordination بين community resources، وين بده يروح ياخذ بقيه علاجه، وكيف اذا كان مريض جراحه بده يطلع يغير، بده يروح على عياده او في عياده خاصه او في البيت. نعمل كوردينيشن دائما للابروبريات كوميونتي ريسورسز، ايش انسب شيء له وانسب شيء للوضع اللي هو فيه، فاحنا بنفهمه اياه وبنعلمه اياه. شورتن هوسبيتال ستي ديكريز ذا كوست، دائما كل ما قلت المدة في المستشفى، مدة مقوته في المستشفى بتقلل التكاليف، لأنه الغالبية العظمى في منهم بكون بنام على حسابه الخاص، التنويم في المستشفيات بكون بدفع فيه فلوس، أو حتى لو كان في انشورنس عند الأجانب دائما بدفعوا فلوس مش زي عنا. reduce the need of readmission. هذه الشغلات إذا كان هو تبع في الديسشارج مشى على التعليمات اللي احنا بنعطي له اياها، بتقلل عودته للمستشفى ثاني، بصير اقل للري ادمشن، لاعاده دخوله مره ثانيه. في عندنا ستيبس اوف ديسشارج بروسيس، في عندنا عده خطوات لطريقه خروج المريض، اللي هو الاوبتين اوثرايزيشن فور ميديكال ديسشارج، بده ياخذ تفويض اول حاجه من اللي هو الميديكال ستاف عشان الميديكال ديسشارج، عشان عمليه الخروج تبعته. بفور ليفينج ذا نيرسينج يونت، قبل ما يغادر محطه التمريض، ذا فيزيشن رايت ذا ديسشارج اوردر، طبيب بكون كتب له ورقه الخروج تبعته، ريتن بريسكريبشن، وبكتب له وصفه العلاج، اند انديكيت وين اند وير تو فولو اب ابوينتمنت should occur for the client. نعمل له كمان موعد للمراجعة والفولو اب عشان وقتاش بده يراجع مرة تانية في العيادات الخارجية. بعدين leaving against medical advice،
اللي هي AMA، يعني هو إذا كان بده يطلع على عاتقه على مسؤوليته الخاصة رغم النصائح الطبية. It is term that applied to situations in which the client leave before the physician authorized the discharge. هو المريض حابب انه يطلع لأي سبب عنده، فبيطلع على مسؤوليته الخاصة وبكون ضد رغم النصائح الطبية اللي بتتوجه له من الطبيب أو التمريض. If the client is determined to leave، إذا كان هو قرر إنه يغادر، the nurse asks him to sign a special form. إذا كان هو قرر إنه يغادر المستشفى على مسؤوليته الخاصة، التمريض دور التمريض بده يخليه يوقع على special form. في عندنا steps of discharge process. في عندنا اللي هو topics والnursing activity والexamination زي اللي providing discharge instruction. احنا بنعطي لهم تعليمات زي ما حكيت، بنعطي تعليمات عند الخروج بالنسبة للأم اللي هو medication. instruct the client about the drug that will be self-administered. زي عندنا اللي هو example الأنسولين. أحيانا في مرضى السكر بنعلمهم قبل ما يطلعوا، بنعلمهم كيف، بنعمل لهم instruction كيف يعطي حاله الأنسولين إذا كان ما فيش عنده حد بيعطيه، فإحنا بنعلمه طريقة إعطاء الأنسولين. الـ environment explore how home environment can be modified to ensure the client's safety. الـ environment المعين، في مرضى معينين بيحتاجوا environment معين في البيت، حتى بكون لازم يكون التهوية لازمة، ولازم يكون ما فيش رطوبة مثلا. في مرضى الأمراض الصدرية، في أمراض أخرى ممكن تتأثر بالجو سواء كان بالرطوبة أو بالحرارة العالية. Remove scattered drugs. وعشان هيك لازم احنا زي ايه اللي هو بنشيل بعض الاشياء عنه، فهذه الحاجات ممكن تساعده في بالنسبة لل environment. The treatment demonstrate information to perform skills involved in self-care and provide opportunities. بالنسبة لل treatment احنا بنعمل له اللي هو بنعطيه بعض التعليمات وبعض المهارات على اساس كيف انه يعمل سيلف كير لنفسه، اند بروفايد ابوينتمنت اوبورتونيتيز عشان يكون في عنده فرصه انه يتعلم وهو داخل المستشفى، عشان ما يحتاجش حد زي ايش زي الدريسنج تشينجز، كيف يغير على وضع، على اذا كان في عنده عمليه او حاجه كيف يغير عليها بطريقه معينه ويكون فاهم طريقه الغيار الصح. Providing discharge instruction. كمان برضو في عنا اللي هو بالنسبة لل health teaching، نعمل له احنا teaching تعليم داخل المستشفى. Identify information that is necessary for maintaining or improving health. تعليماتنا بتكون مركزة على كيف يحسن من وضعه الصحي في أثناء وجوده في البيت، ويهتم في صحته أكثر من وكأنه في المستشفى. زي إيش الإكزامبل ساين أند سيمتومز أوف كومبليكيشن، نعطي له بعض الأعراض للمضاعفات. إذا بده حصل عندك مضاعفات مثلا في ارتفاع في ضغط الدم عندك، بصير في عندك كذا كذا، ارتفاع في السكر بصير كذا، ممكن تشعر بكذا. فعشان هيك إحنا ممكن نعمل له زي مثلا إذا كان في عنده سكر عالي بصير ثيرست مثلا، بعطش كتير، ريقه بنشف كتير. فهذا الأعراض احنا بنعلمه إياها على أساس إنه هو يتعلمها في البيت ويتجنبها في وجود في وجوده في البيت. Outpatient referral للمراجعات في العيادة الخارجية، بنشرح له explain what community services are available that may ease the client transition to independent level to independent living. يعني احنا بنشرح له ايش الكوميونتي، ايش المجتمع تبعنا، وايش الخدمات اللي بقدمها، وايش الموجودة في العيادات، علشان هو يكون عنده الامور واضحة في عملية اللي هو التنقل عندما بده يروح، عشان بده يروح على العيادات الخارجية في يغير او يجيب علاج له او يعمل علاج طبيعي وهكذا. فكل هذه الحاجات احنا بنفهمه اياها قبل ما يطلع، ولما نرجع على العيادة الخارجية سواء كان الشغل عندنا او في الاوت بيشنت كلينيك او في العيادات المستوصفات.
بخصوص الدايت اللي هو الغذاء تبعه، كل مريض له دايت معين حسب نوع المرض وحسب العمر وحسب أشياء ممكن تتدخل في نوع المرض ونوع والعمر وسن المريض له دور. Arrange for the dietitian to provide verbal and written instruction on modify or restriction certain food or suggestion for altering their method of preparation. احنا بكون في عندنا في كل مستشفى في واحد اسمه دايتيشن، مسؤول تغذية او اخصائي التغذية، بيعطي له بيجي للمريض بفهمه اشي فيربال شفوي وريتن انستراكشن، بعطي له اشي مكتوب عشان هو يحسن من وضعه، بيعمل له مثلا ريستريكشن للفود اذا كان في عنده بعض الامراض بدها لو سولت دايت او لو فات دايت او لو شوجر دايت، فهو بعلمه اياها، فهو بفهمه كيف طريقة الغذاء تبعه حتكون في البيت. بعدين النقطة اللي بعدها اللي هو نوتيفاي ذا بزنس اوفيس، اللي هو نخبر اللي هو مكتب الاستعلامات في المستشفى before the client leave the agency the nurse notify the business office والكليريكال بيرسونيل verify that all insurance information is completed and that the client has signed consent form authorizing the release of medication of medical information to insurance carrier. احيانا بكون في كل مريض بكون في عنده بعض التزامات، يعني في ناس بتدفع فلوس عند ما يطلع بده يشيك عليها انه يكون كل اموره بالنسبه للكليريكال بيرسونيل، الكتبه اللي كان اول ما سجل عندهم بيعملوا له كونسنت فورم اللي هو تعهد مالي على اساس انه او تعهد على اساس انه قبل ما يطلع يكون مكمل كل الاجراءات تبعته، وبكون طلع وهو ايش مكمل كل ما يتعلق في امور المستشفى خلصها. If records are completed or the client has no health insurance، اذا كان كل الاجراءات تمت استكملت لكن هو ما عندوش health insurance، ما فيش عنده تأمين صحي، the client may be asked to make arrangement for future financial payment before discharge. بيعمل قبل ما يروح اذا كان هو ما فيش عنده تأمين صحي بيعمل حاجة اسمها financial payment اللي هو كيف بده يدفع، آلية الدفع للمستشفى بيعملوا له إلها آلية معينة سواء أقساط أو يدفعها مع بعض كاش أو بأي طريقة أو بأخرى، المهم بوقعوا عليها كل هي تعال قبل ما يروح بكون في إيش خلص كل الإجراءات. Discharge the client when all the primarily business is completed، عندما اكتملت كل ال primary business كل الأعمال البدائية أو الابتدائية انتهت، the nurse help the client to، وظيفة الممرض هنا يساعده عند انتهاء كل الإجراءات، gathering his or her belonging بجمع كل الأغراض تبعته اللي أخذها عندنا في الأمانات كلها بعطيله إياها، و arranging transportation ممكن احنا كمان نقدر نتصل له على اسعاف او اسعاف خاص اذا كان ما بيقدرش يروح بسياره، ونعمل له ارينجمنت للترانسبورتيشن عشان كيف يقدر يروح بطريقه امنه وسليمه، اسكورتينج ذا كلاينت وين ليفينج وكمان بنتبع المريض وبنساعده وبنوصله للمكان اللي هو ممكن يقدر يكون فيه امن في الوصول للبيت. gathering belonging ايش بتشمل؟ If necessary the nurse help the client to repack personal items، يعني بيراجع معاه اللي هو الايتمز كل خطوة بخطوتها ايش الحاجات اللي احنا تركناها عند في المستشفى بخطوة بخطوة براجعها، كل اشي بسلمه اياه بنعلم عليه وبنقول له هيات هذه تم استلامها وهذا 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 كل نقطة بنقطتها وبنعلم عليها حتى يستكمل كل الاغراض تبعته. The nurse use the inventory or valuable to ensure that nothing has been lost or forgotten. دائما التمريض بكون حريص جدا وعلى اساس انه كل اشي امنه بطريقة معينة
ويكون متأكد جدا انه ما فيش ولا اشي تم فقدانه في خلال فترة مكوث المريض في المستشفى. A wheeled cart is helpful to transport the client belongings. ممكن احنا نبعث له كل اغراض تبعته، اذا كان هو عنده اغراض كتير ومش قادر ياخذها ممكن ياخذها له على كرسي عجلات او على كروسه او على اي شغله نساعده فيها لتوصيله. الرينج ترانسبورتيشن، انا كمان برضو من ضمن الاجراءات تبعت الخروج بدنا نامن له كيف الوسيله المواصلات اللي بده يروح فيها. In most cases the client contact family members or friend for assisting with transportation. في الغالب العظمى زي عندنا ما بصير احيانا بتكلم اصدقائك او اهلك او شيء بيجيبوا سياره وممكن يروحوك بكل سهوله وبكل اريحيه، ما فيش فيها اي اشكاليه. If no transportation is available، إذا كان ما فيش إشي موجود، ما فيش وسيلة مواصلات، the client may use public. إذا كان مش موجود في المستشفى وسيلة المواصلات اللي أنا بدي أوصله فيها من خلال المستشفى، إذا ما فيش إسعاف خاص، ممكن إحنا نستخدم البابليك أو نجيب وسيلة من خارج اللي هو المستشفى. Van transportation may be available for older adults. فان ترانسبورتيشن، سياره كبيره ممكن تتسع للمريض اذا كان محتاج انه نوم، زي سيارات الاسعاف او سيارات النقل الخاصه. سكورتنج ذا كلاينت، ممكن متابعه المريض ونكون انا احنا كتمريض ممكن احنا نساعده لاخر لحظه لحد ما نطمئن عليه في اثناء فتره مكوثه في المستشفى لحد ما نوصله لمكان امن. When the client is ready، إنه يكون جاهز، the nurse takes him or her to the door in wheelchair or allow the client to work there with assistant. إحنا ممكن نساعده أو ممكن نقعده على كرسي عجلات أو ممكن إذا بيقدر يمشي نمشي معاه ونوصله ونساعده لحد المكان المطلوب. The client may choose to have the discharge prescription filled at the hospital pharmacy before leaving. في احيانا في بعض المستشفيات وكان في عندنا بعض الامراض المزمنه احيانا بصرفوا لهم روشته العلاج قبل الخروج من صيدليات المستشفى، لكن الاحياء الان غالبا ما فيش هذا الكلام، فكله بصرفوه من برا او من العيادات الحكوميه الخارجيه. Generally the nurse remain with the client until he or she is safely inside a vehicle or waiting in the loop for ride. في اغلب الاحيان او بصوره عامه دائما التمريض ضل مرافق للمريض حتى يؤمن له السياره وعند ما يركب السياره ويمشي ويتوكل على الله. الحين writing discharge summary، دائما في ورقه الخروج بنكتب اللي هو بسموها discharge summary، ورقه الخروج تبعت المريض. After the client has left the healthcare agency the nurse document the discharge activities and client condition. في احيانا عند خروج المريض احنا بنوثق هذا الكلام طبعا عندنا في التقرير تبعنا انه المريض كان خروج في الساعه كذا وفي اليوم كذا، بنوثقه كلهيته من ضمن النيرسينج اكتيفيتيز ووضع المريض كيف كان. تيرمينال كليننج، في نهاية المريض الحين طلع وروح وساب طبعا مكانه موجود والغرفة اللي كان فيها. Housekeeping personnel clean the client room for the next admission. ووظيفة اللي هو الهاوسكيبينج، في المستشفيات ناس خصوصي أو وظائف معينة لبعض أشخاص بيجوا بنظفوا مكان المريض وبنظفوا الغرفة وبغيروا اللي هو اللينن تبعتها وكل الشراشف وبعقموا الغرفة بحيث تكون جاهزة لاستقبال مريض آخر. They strip the bed of linen and clean with it with disinfectant. بيعملوا له تعقيم او بيعملوا عليه disinfectant على السرير تبع المريض وبغيروا الشراشف تبعته. And they restock the bedside cabinet with basic equipment. برضه برجعوا كل شيء كان على البيدسايد كابينت على كومدينة المريض، كل شيء بيعملوا له بحطوا اغراض جديده حتى يتم فيها استقبال مريض اخر. Notify the admitting department that the unit is ready. هم عندهم في شغلة مش موجودة عندنا، هذه عندما جهز الغرفة المريض أنا، فبت
بأكلم اللي هو القسم الاستقبال انه في الوحدة المريض اصبحت جاهزة. These measures prevent assessing a client room that still require clean. هذه القياسات اللي احنا بنستعملها تمنع اللي هو الكلاينت روم ذات ستيل ريكوير كلين، تظل الغرفة جاهزة دائما نظيفة وجاهزة لاستقبال مريض آخر. من ضمن الإجراءات في الترانسفيرنج ذا كلاينت برضو كمان تحويل المريض، كيف آلية التحويل؟ طبعا زي ما احنا شايفين في الصور كيف آلية نقله، ممكن مساعدة أكثر من واحد بحيث إنه إذا كان المريض ما بيقدرش يتحرك في طريقة معينة للنقل، هذا بدها طبعا تدريب عملي في داخل المستشفيات الواحد بتعلمها. The transfer process transfer اللي هو discharging the client from one unit or agency admitting him to another، يعني طريقة التحويل من مؤسسة لمؤسسة أو من مستشفى لمستشفى أو من قسم لقسم without going home in the intern when the client condition improve or worse. يعني أحيانا أنت تم تحويل المريض في المستشفيات من قسم لقسم سواء كان وضعه تحسن أو ازداد سوء، يعني عملية عكسية. زي كيف؟ يعني في عندنا أقسام الجراحة مثلا أو أقسام الباطنة في مريض بتعب فيها بحولوه للعناية المركزة، تحسن من العناية المركزة بحولوه للقسم تاني برجعوه تاني لقسم الجراحة أو لقسم الباطنة. من القسم سواء الوضع كان improved or worsened، إذا كان تحسن أو ازداد سوء بتم تحويلها داخل المستشفى. transfer are used when there is a need to، التحويل بتم دائما عند الحاجة إلى إيش؟ facilitate more specialized care in life threatening situation، هذا بتسهل عملية اللي هو اشي بده اشي متخصص اكتر. زي ما قلت انا في مريض بتعب في قسم من الاقسام ما فيش امكانيات في القسم العادي قسم الجراحة او الباطنة، فبنحوله عناية مركزة فيها هناك more facilitation more specialized care، في عناية تمريضية او عناية طبية اكتر من الاقسام بتكون ومتابعة افضل حسب الوضع اللي بمر فيه اللي هو المريض نفسه. reduce healthcare cost كمان ممكن تقلل اللي هو العناية التمريضية، ممكن تقلل التكاليف الصحية على المريض، و provide less intensive nursing care وكمان تعطي أقل عناية مركزة للمريض. من ضمن الـ transfer process may hospital or create steps down unit progress care unit or transitional care unit. الهوسبيتال ار كرييتنج معمل ستيبس داون يونتس، في مراحل لعمل يونت معين البروجريسيف كير يونت اللي هي متطوره اكثر من اليونت العاديه، بروجريسيف تكون متطوره اكثر فيها امكانيات اكثر، وترانزيشنال كير يونت بتكون هذا مؤقتة، يعني بحط المريض في مكان معين لفترة مؤقتة وبعدين أنا بعود بنقله على مكان آخر. These units are for clients who were once in a critical or unstable condition. دائما هذا اليونتس اللي أنا بجهزها بكون المريض فيها بكون يا وضعه بكون صار صعب أو بكون unstable غير مستقر أحيانا، فبضطر أحطه ممكن يعني أحطه على مونيتور، ممكن أحطه جنبه دي سي، أحط جنبه اي سي جي معين، بحط كذا في شغلات معينة أنا بأتبعها حسب وضع المريض. But have recovered sufficiently to require less intensive nursing care. ممكن هو يكون بحتاج كميات أقل من تبع الانتنسيف كير لأنه هو لمرحلة مؤقتة بيكون موجود في اليونت هذه بس فترة بسيطة. ولحد الآن هيك نكتفي، وبعد المرة الجاي لعند الترانسفير اكتيفيتيز ممكن نكمل المحاضرة